اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. انا يا جماعه خدت دواء غلط، والدواء ده عمل لي هبوط في الدوره الدمويه، فقدت الحياه وفقدت الدنيا وما كنتش عارف اعبر ولا اتكلم ولا اقول عني. المهم لحقوني والحمد لله وبقيت كويسه، نحمد ربنا. عندي التهاب دلوقتي في القصبة الهوائية، طبعا زي ما انتم شايفين لسه عندي بقالي 15 يوم ولا بقالي قد ايه. عايز اقول لكم حاجة غريبة جدا وطريفة جدا، غريبة جدا وطريفة جدا. انا قلت اعمل تحاليل عشان كان مش قادر اقف على رجلي، فجأة كده اتعمل لي عمل. بقى ايه اللي حصل لي؟ انا ما بقتش ما امنش بالاعمال، لكن ممكن الناس اللي بتضر كتير قوي ممكن يضروني. فدايما كنت اقول ايه، تستسلميش للكلام الفاضي ده. يعني ياما انا اتكلمت في المواضيع دي كتير قوي، وزي ما انا قلت لكم ان انا عندي كياس فيها اعمال. المهم اجي اقف على رجليا مش قادر اقف، في حاجه في رجليا، مالي؟ ايه اللي حصل لي؟ مش عارفه. طب حصل لي ايه؟ مش عارفه. فقلت اعمل تحاليل، عملت تحاليل فطلع كالاتي. التحاليل طلعت كالاتي، عندي ايه بقى؟ فيتامين د 16. فيتامين الدال دي بتبتدي من 30، فيتامين د بيبتدي من 30 تعد لغايه 70، انا عندي 16. قلنا ماشي. عندي انيميا في الدم، قلنا ماشي. ليه حصل لي ده؟ حصل لي ده عشان انا ما باكلش حاجات مغذيه، باكل عيش كتير، انا بحب العيش قوي غصب عني. طلع ان انا بقعد بالثلاث ايام ما اكلش عشان الرجيم، بقعد بالثلاث ايام متواصل ما باكلش، عايش على الميه، اشرب ميه 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 وما باكلش. فاللي حصل ان النتيجه بقى عندي فيتامين د 16، عندي انيميا، وحصلت خدت الدواء الغلط في النص، ده اللي فعلا ضيعني خالص بقى. يعني مش ضيعني الفيتامين د ولا ضيعني الانيميا، لا، هو دول ما كانوش خليني اعرف اقف على رجلي. وانا مستغربه ليه، يعني حتى كنت بعمل الكليب بتاع رامي عياش في لبنان، انا جيت من لبنان عملت التحليل على طول، لاني يعني حتى وانا واقفه حاسه ان انا زهقانه مش مبسوطه كالعاده، مع اني انا بلاقي سعادتي في الرقص، انا بلاقي السعاده بتاعتي هو الاكسرسايز بتاعي، الرياضه، رياضتي الرقص. الرقص هو اللي انا بيظبطني واحس ان انا مبسوطه و100. الانستجرام واقف برضو، مش واقف شغال؟ لا واقف، مفيش رسائل، لا مش شغال، مهني يمكن. طب ما انا لازم اقرا قدامي مرحبتين. المهم ان انا بلاقي سعادتي في الرقص، حتى الرقص لقيت نفسي مش عارفه اقف عشان اشتغل، عايز اقف الاقي نفسي مربطه. ايه اللي مربط؟ حاجه، اكتر حاجه ضعيفه قدامها هي الرقص، بحبه قوي. ازاي الحاجه اللي بحبها مش عارفه امارسها؟ مش عارفه امارسها. مش عارفه الكومنت واقف، ممكن تقفليه وتفتحيه تاني او تجيب واحد تاني تحط على الانستجرام. الله، طب فيا ايه بقى؟ فده اللي خلاني عملت التحاليل لما رجعت، وكانت النتيجه اللي انا وصلت لها ان الانسان لما ما يخليش باله من صحته اكيد انه بتدهور صحته، وانا اتدهورت صحتي، وده مش شيء غريب ولا صعب ان تدهور صحتي، وده الطبيعي بالنسبه لي وبالنسبه لاي بشر، اي حد من البشر. اللي تستغربوا عليه بقى، ها، يعني طبعا انا بشكر جدا من كل قلبي، من كل قلبي النجوم اللي كلموني من كل انحاء العالم، والعائلات اللي كلموني من كل انحاء العالم عشان يطمنوا عليا، وزمايلي
زمايلي والفانز صحابي والمعجبين من كل انحاء العالم عشان تطمن عليا، وقرايبي كلهم اتخضوا عليا خضه سودة. يعني الحمد لله انا بشكر ربنا اني بمارس حب جميل زي الحب اللي انا فيه ده. ده حاجه ما بعدها حب، يعني اللي انا فيه ده يعني حاجه فيها مصداقيه، ما فيهاش لا فيك ولا كذب ولا نفاق ولا اي حاجه. هنا بيبان الانسان غالي على الناس او مش غالي عليهم. انا الحمد لله لقيت كل الناس فعلا انا غالي عندهم، ناس بسيطه قوي يعني مش هقول مين، ان شاء الله يا رب كده يعني يديهم الصحه والعافيه هم كمان. يعني انا مش هقول مين ولا اقول ليه، مفيش حدش عارف ربنا هيدي لمين ولا هيعمل ايه، مش هقول لي اي حاجه. حتى اللي كان بيكتب لي كومنت مش حلو ولا اي حاجه وانا عيانه هقول له ايه؟ ازاي لزقت في بقي؟ لو حد عنده فكره يقول لي ازاي لزقت، ازاي الشوكه وشدها مش عايزه تطلع خالص. فين وفين بقى قعدت اقرا قران وقعدت الحلحها شمال ويمين، راحت نازله كاني ولا كانها كانت في بقي. الله يخرب بيت العيشه، انا مش عارفه ده ايه ده، انا مش عارفه ايه اللي حصل ده. هل حد حصل له كده قبل كده؟ ايوه. يا روحي يا روحي. ها جيسي عمران لاف يو. يا جماعه حد حصل له الشوكه دي قبل كده ولا انا بس اللي انا نادره يعني وحصل لي الشوكه جوه بقي؟ انا مش عارفه. قولوا لي دي بتحصل ازاي، انا لسه ما جربتهاش. يا ريت تجيبوا لي سخن، سخنوا لي ده بس جيبوا لي، يا ريت. انا عايز اعرف دي حصلت ازاي، مش عارفه. وحشوني جدا وعايز ارقص بقى وعايز اخس بقى، ويلا الصيف جاي وان شاء الله بالصحه والعافيه، ربنا يدينا الصحه والعافيه. عايز اقول لكم بص شلبي جات اقتحمت البيت امبارح وجات وجابت لي ورد وقعدت معايا. بقولها بوسي ادينا اهو طلعت على الهوا، وحشتيني جدا. عايز اقول لفجر السعيد برضه حبيبه قلبي كلمتني كتير جدا، انا بشكرها. بشكر طبعا مطربه الكويت الجميله اللي بحبها من كل قلبي نوال على سؤالها عليا. ربنا يخليك يا نوال، خلي لك بنتك وخلي لك جوزك وخلي لك كل ما تحبي. تحياتي المشاعل طبعا كل الناس سالت عليا، انا مش عايز اقول الناس باسمي، يعني انا بقصد السؤال كان كتير جدا. عايزه طبعا كل الفنانين اللي سالوا عليا اقول لكم مين، ست الكل مدام ناديا لطفي، نبيل عبيد، يعني عايزه اقول لكم يسرى، اقول مين ولا مين عشان ما انساش كلهم، ما فيش حد ما سالش عليا، ما حدش ما سالش عليا، كل الناس سالت عليا. انا بشكر كل الناس اللي سالت عليا، كل الناس اللي من مصر ومن البلد العربيه كلها واللي عايشين بره في اوروبا اللي سالوا عليا، انا بشكركم جدا على محنتي اللي انا كنت فيها. المحنه اللي انا كنت فيها ان شاء الله ما حدش يبقى فيها. احلى حاجه كومنت لقيته كاتبهولي الجميله ام قلب طيب، فعلا قلبها طيب. الست دي قلبها طيب جدا. احلام الشمس. قلبها طيب جدا، عارفين كتبت لي ايه اول ما عرفت ان انا عيانه؟ قالت لي احنا هندعي لك. استغفري. قالت لي طول ما انت قاعده استغفري. تعرفوا ان الكلمه لزقت في وداني، ما بقتش بفتكر حاجه غير ان انا اقول استغفر الله العظيم. فضلت استغفر. قعدت استغفر، حسيت براحة. يعني أنا بقول كتير بس الكلمة معرفش جات لي كده، طيبة هي أوي. قلبها زي البيبيات على فكرة. مرة كانت هنا في مصر، أقول لكم حاجة نادرة يعني حاجة أحلام الشمسي كانت هنا في مصر. فكنا رايحين نتعشى في حتة أنا وهي. حسينا إن إحنا عاوزين مية، ما كانش حد معانا غير السواق. تفتكر انا وهي
شوفوا قد ايه طيبتها. انا يعني انا فنانه وهي نجمه ومطربه كبيره وانا فنانه معروفه. نزلنا انا وهي من الـ من الـ من, الـ من العربيه، هي من باب وانا من باب، مين يجري على الكشك عشان يجيب الماي؟ ده دليل الطيبه، ده دليل انها ست طيبه وطبيعيه ولذيذه، وما كنتش حد اللي يعرف الخلفيه بتاعت طبيعه الست دي. هي فعلا كده حي يعني، ده حصل من غير ما كنا نعرف انها يحصل. هي بتجري من باب وانا بجري من باب، مين يجيب الماي من كشك في مصر هنا؟ طبعا اتخضوا بتوع الكشك لما لقونا انا وهي جاي ناخد ميه منهم. كانت لفته جميله وكانت شكلها حلو وطبيعه وطيبه قلب. يعني عايز اقول لكم حاجات كتيره جدا. يسرى كانت في لما كلمتني كانت في دبي ولا في ابو ظبي، ونبيل عبيد بيكلمني من فرنسا، والفنانين يعني انا مش عارفه اقول مين ولا مين والله. كل الناس كل الناس كلموني، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. يا رب اكلمهم في الفرح والهنا، يا رب اكلمهم في كل عائلاتهم وكل حياتهم. وكل الناس اللي كلموني سواء ناس ما لهمش في الشغلانه دي او ليهم او ناس عاديه في البيوت، انا بشكرهم. حتى الموسيقيين، الموسيقيين انا ما بشوفهمش الا كل فين وفين، سالوا عليا. شوف الناس قد ايه طيبه، الناس كلها سالت، انا بشكرهم، بشكرهم من كل قلبي والله، بشكرهم من كل قلبي. ربنا يخلي الناس الطيبه الحنينه ويخلي كل الناس، واللي قال كلمه وحشه الله يسهله ويحسن اليه. الله الشفايف دي حلوه بس مش احلى مني. ما مش كل قط يتقال له يا مش، ولا كل فار يعرف يختار. عايز اقول بقى لعمر اديب، يا استاذ عمر انا عايز اقول لك بالاخر كده، انا من يوم ما جيت عندك الحلقه ونقيت علينا ما شفتش خير. يلا بقى عايز اقول لك يعني قعدت تنقى علينا، انت ما بتقرش عليك لا انت ولا عمرو دياب، لا انا بقى جبتني ارض ارض. يلا بقى انت والاكل الحلو اللي انت بتجيبه ده، كلت كتير قوي يوميها كمان. انا عايز اقول لك ان انت انسان جميل وعظيم والله العظيم، انت ما بتقرش على حد، انت طيب وحبيب الناس كلها، احنا كلنا بنحبك لعمر. بس هي جت كده عمرو، العمر اديب يعني، بس هي جت كده حظ يعني. كنت الحلقه ما كانت حلوه، الحلقه كانت حلوه اصلا، انا وانت كانت حلوه والله العظيم. ان شاء الله تاني نعملها تاني باذنك يا رب. انت منور دائما في كل حاجه والله العظيم. بس عايز اقول لك مش هقول ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة، وبيجيب لنا نماذج من مصر جميلة، والناس اللي الأماكن الحلوة بيعملوا أكل حلو في مصر. الناس اللي بيعملوا أكل حلو في مصر أحيانا. أنا شرقت، مين اللي جاب سيرتي؟ أنا بجيب سيرتي مين؟ سيرة مين ده؟ أنا شرقت. يعني بيجيب ناس هنا في مصر بيطبخوا حلو قوي، بس انا هطلع لكم بطبخ احلى منه، هتشوف والله بطبخ حلو جدا. هطلع لكم في الجديد بطبخ، هرقص واطبخ واعمل واغني وكل حاجه، عامله حاجات جديده ان شاء الله. يعني كنت بقول استنوا السوم بقى والسون، لا استنوا باذنك يا رب والله العظيم. انا مش هستسلم، مفيش استسلام، لا انا معاكم قلبا وقالبا، معاكم ان شاء الله كله بالخير. الله البوس الله كل. طبعا الخط عند كده انا هقراه بعدين، زي ما انا قريت كده قريت كويس والوحش، قريت حاجات لذيذه جدا. في ناس يعني يقول لك ايه يعني يبقى كاتب ايه، كاتب كلام جميل جدا. لقيت واحدة كاتبة بتقول ايه بقى؟ فضل والله العظيم حد كده يعني من النفوس الوحشة كاتبة لي ادي اللي بتموت بقى لها 4 ايام، جايبة لي رقصة من رقصاتي من اللي على عندكم على انستجرام، الانستجرام اهي، شوفوا اللي بتموت بقى لها 4 ايام. ليه يعني استفدت ايه؟
لما تكتبي لي كده استفدتي، استفدتي ما انا طلعت لك. انت اللي مكسوفه دلوقتي، مكسوفه. ربنا بيدي الانسان كويس، الوحش ما بيديلوش حاجه. جربت حرين، هتدوا ربنا هيديكم، هتبقوا كويسين ربنا هيديكم على قد نيتكم. الوحشين دول من الكوخه لسكوزمي اللي قصر ولم المتكسر، ما مش كل قط تقلق مش، ولا كل فار يعرف يختار. واللي بجمالي تفعل افعال، واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها، بس انا مش عارفه انت فين عشان اجيبك من شعرك. واحده كتبت لي قالت طب انا مش عاجبني، هتجيبيني من شعر ازاي؟ قعدت افكر فعلا اجيبها ازاي من شعرها وانا على الفيسبوك او على الانستجرام، زي ما بقول اللي مش عاجبها من شعرها اجيبها. قالت طب هتجيبيني ازاي؟ رحت بعت لها قلب، عجبتني الجمله، لقيتها لذيذه يعني. قالت طب هتجيبيني ازاي؟ وقلت فعلا طب هجيبها ازاي؟ اللي هي بتقول مش عاجباها، اللي مش عاجبني مش ايه، اللي بجمالي تبقى على افعالي، اللي مش عاجبها مش عارفه اجيبها. حلو قوي، حلو قوي، جميل قوي. في حاجات جديده ان شاء الله، ان شاء الله هرجع بقى للقابوس. كنت كاتبه حاجات كتير جدا ان انا عايز اقولها، عايز اقولها لكم. السناب فين يا جماعه؟ السناب انا مش عارفه راح فين في المولد ده، كلهم بيخترعوا لنا حاجه جديده، ما احنا مش عارفين اللي جاي يخترعوا ايه. بصراحه انا مش عارفه اللي جاي هيخترعوا ايه، اللي جاي يخترعوا لنا ايه، مش عارفه، مش عارفه يخترعوا ايه في اللي جاي. تفتكروا يخترعوا ايه؟ كويس قوي ان بقى في ايه على انستجرام بتقدروا تحطوا فيه الحاجات، اللي لو عندكم مثلا حاجات تقدروا تشوفوها، مثلا راسه، ممكن راسه كامله اغنيه 3 دقايق بتقدر تشوفها على اسمه ايه، اي تي بي، تي بي اي جي تي بي، اي جي تي بي، تي بي اي جي تي في، اي جي تي في، فوق في الانستجرام كده تلاقيه زي التلفزيون كده، تدوس عليها تلاقي مثلا رقصات ليا كامله كده، حاجات منهم ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا حاطه حاجات فيها ما شاء الله، واخده ملايين يا جماعه، ملايين يعني. لا لو يا رب ما فيش قر يعني، يا رب ما فيش قر ان شاء الله ان شاء الله، بس واخده ملايين، واخده ملايين، الله اكبر. لا ده انا هحط لكم كل اللي عندي، كل اللي عندي هحط لكم فيه ده، اللي هو اي جي تي في، اي جي تي في، اي جي تي في، تلاقوا زي كده في زي الاريال زي التلفزيون بالظبط. حلو قوي. كنت طالعه باريس اليوم اللي حصل فيه المظاهرات هناك، الحمد لله رب العالمين ان انا ما روحتش، كان يوم جمعه، الحمد لله الحمد لله رب. الجمعه اللي فاتت دي كنت انا بقى هناك في باريس، الحمد لله يا رب ما روحتش، بحمد ربنا وربنا ينجي الناس كلها. وكنت هنزل في الشانزليزيه، كنت هنزل في الماريوت الشانزليزيه هناك، فطبعا ده في نفس الموقع في نفس المكان، ولا كنت هتمشى بقى ولا اتالق ولا صور لكم ولا كنت هعمل حاجه خالص. بعد المظاهرات دي خفت طبعا، قلت الحمد لله ان انا مروحش، الحمد لله ان انا عيانه في السرير وان انا ما بتكلمش وان انا صوتي رايح، وزي ما شايفين الكحه كاني بحشش، وانا ماليش في السيجاره حتى، انا ما بشربش سيجاره عاديه ما بشربهاش، بس شايفين الكحه عامله ازاي، كحه غريبه الشكل، مش عارفه الكحه دي جت منين. الانستجرام ماله وقف ليه؟ السناب انستجرام مش ماشي. شفت ازاي انا بعرف ان هو مش ماشي؟ لا شفتش الرسائل مش قدامي، مش ممكن الرسائل مش قدامي، ده برضه واقف ليه؟ لا مش شغال، واقف. لا انستجرام واقف اهو مش شغال ليه؟ ازاي لزقت في بقي؟ لو حد عنده فكره قول لي ازاي لزقت، ازاي الشوكه وشدها مش عايزه تطلع خالص. فين وفين بقى قعدت اقرا قران وقعدت الحلحها شمال ويمين، راحت نازله كاني ولا كانها كانت في بقي. الله يخرب بيت العيشه، انا مش عارفه ده ايه ده، انا مش عارفه ايه اللي حصل ده. هل حد حصل له كده قبل كده؟ ايوه. يا روحي يا روحي،
جيسي عمران. جيسي عمران لاف يو يا جماعه. حد حصل له الشوكه دي قبل كده ولا انا بس اللي انا نادره يعني وحصل لي الشوكه جوه بقي؟ انا مش عارف قولوا لي دي بتحصل ازاي، انا لسه ما جربتهاش. يا ريت تجيبوا لي سخن، سخنوا لي ده بس جيبوا لي يا ريت. انا عايز اعرف دي حصلت ازاي، مش عارف. وحشوني جدا وعايز ارقص بقى وعايز اخس بقى، ويلا الصيف جاي وان شاء الله بالصحه والعافيه، ربنا يدينا الصحه والعافيه. عايز اقول لكم بص شلبي جات اقتحمت البيت امبارح وجات وجابت لي ورد وقعدت معايا. بقولها بوسي ادينا اهو طلعت على الهوا، وحشتيني جدا. عايز اقول لفجر السعيد برضو حبيبه قلبي كلمتني كتير جدا، انا بشكرها. بشكر طبعا مطربه الكويت الجميله اللي بحبها من كل قلبي نوال على سؤالها عليا. ربنا يخليك يا نوال، خلي لك بنتك وخلي لك جوزك وخلي لك كل ما تحبي. تحياتي المشاعل طبعا كل الناس سألت عليا، انا مش عايز اقول الناس باسمي يعني، انا بقصد السؤال كان كتير جدا. عايزه طبعا كل الفنانين اللي سالوا عليا اقول لكم مين، ست الكل مدام ناديا لطفي، نبيل عبيد، يعني عايزه اقول لكم يسرى، اقول مين ولا مين عشان ما انساش كلهم كلهم كلهم، ما فيش حد ما سالش عليا، ما حدش ما سالش عليا، كل الناس سالت عليا. انا بشكر كل الناس اللي سالت عليا، كل الناس اللي من مصر ومن البلد العربيه كلها واللي عايشين بره في اوروبا اللي سالوا عليا، انا بشكركم جدا على محنتي اللي انا كنت فيها. المحنه اللي انا كنت فيها ان شاء الله ما حدش يبقى فيها. احلى حاجه كومنت لقيته كاتبهولي الجميله ام قلب طيب، فعلا قلبها طيب الست دي، قلبها طيب جدا. احلام الشمس قلبها طيب جدا. عارفين كتبت لي ايه اول ما عرفت ان انا عيانه؟ قالت لي احنا ندعي لك استغفري. قالت لي طول ما انت قاعده استغفري. تعرفوا ان الكلمه لزقت في وداني، ما بقتش بفتكر حاجه غير ان انا اقول استغفر الله العظيم. فضلت استغفر، قعدت استغفر، حسيت براحه. يعني انا بقول كتير بس الكلمه ما اعرفش جات لي كده طيبه هي قوي، قلبها زي البيبيات على فكره. مره كانت هنا في مصر، اقول لكم حاجه نادره يعني، حاجه احلام الشمسي كانت هنا في مصر، فكنا رايحين نتعشى في حته انا وهي، حسينا ان احنا عاوزين ميه، ما كانش حد معانا غير السواق. تفتكر انا وهي، شوفوا قد ايه طيبتها، انا يعني انا فنانه وهي نجمه ومطربه كبيره وانا فنانه معروفه. نزلنا انا وهي من الـ من الـ من, الـ من العربيه، هي من باب وانا من باب، مين يجري على الكشك عشان يجيب الميه؟ ده دليل الطيبه، ده دليل انها ست طيبه وطبيعيه ولذيذه، وما كنتش حد اللي يعرف الخلفيه بتاعت طبيعه الست دي. هي فعلا كده حقيقي يعني، ده حصل من غير ما كنا نعرف انها هيحصل. هي بتجري من باب وانا بجري من باب، مين يجيب الميه من كشك في مصر هنا؟ طبعا اتخضوا بتوع الكشك لما لقونا انا وهي جايين ناخد ميه منهم. كانت لفته جميله وكانت شكلها حلو وطبيعه وطيبه قلب. يعني عايز اقول لكم حاجات كتيره جدا. يسرى كانت في لما كلمتني كانت في دبي ولا في ابو ظبي، ونبيل عبيد بيكلمني من فرنسا، والفنانين يعني انا مش عارفه اقول مين ولا مين والله. كل الناس كلموني، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. يا رب اكلمهم في الفرح والهنا، يا رب اكلمهم في كل عائلاتهم وكل حياتهم. وكل الناس اللي كلموني سواء ناس ما لهمش في الشغلانة دي أو ليهم أو ناس عادية في البيوت، أنا بشكرهم. حتى الموسيقيين أنا ما بشوفهمش إلا كل فين وفين، سألوا عليا. شوف الناس قد إيه، أي طيبة، الناس كلها سألت. أنا بشكرهم من كل قلبي، والله بشكرهم من كل قلبي.
ربنا يخلي الناس الطيبه الحنينه ويخلي كل الناس، واللي قال كلمه وحشه الله يسهله ويحسن اليه. الله الشفايف دي حلوه بس مش احلى مني، ما مش كل قط يتقال له يا مش، ولا كل فار يعرف يختار. عايز اقول بقى لعمر اديب يا استاذ عمر، انا عايز اقول لك بالاخر كده، انا من يوم ما جيت عندك الحلقه ونقيت علينا ما شفتش خير. يلا بقى عايز اقول لك يعني قعدت تنقع علينا، انت ما بتقرش عليك لا انت ولا عمرو دياب، لا انا بقى جبتني ارض ارض. يلا بقى انت والاكل الحلو اللي انت بتجيبه ده، كلت كتير قوي يوميها كمان. انا عايز اقول لك ان انت انسان جميل وعظيم والله العظيم، انت ما بتقرش على حد، انت طيب وحبيب الناس كلها، احنا كلنا بنحبك لعمر. بس هي جت كده عمرو، العمر اديب يعني، بس هي جت كده حظ يعني. كنت الحلقه ما كانت حلوه، الحلقه كانت حلوه اصلا، انا وانت كانت حلوه والله العظيم. ان شاء الله تاني نعملها تاني باذنك يا رب، انت منور دائما كل حاجه والله العظيم. بس عايز اقول لك مش هقول عمرو، ربنا يخليك يا رب ويديك الصحة وبيجيب لنا نماذج من مصر جميلة، والناس اللي الأماكن الحلوة بيعملوا أكل حلو في مصر. الناس اللي بيعملوا أكل حلو في مصر أحيانا أنا شرقت، مين اللي جاب سيرتي؟ أنا بجيب سيرتي مين؟ سيرة مين ده أنا شرقت؟ يعني بيجيب ناس هنا في مصر بيطبخوا حلو قوي، بس انا هطلع لكم بطبخ احلى منه، هتشوف والله بطبخ حلو جدا، هطلع لكم في الجديد بطبخ، هرقص واطبخ واعمل اغاني وكل حاجه، عامله حاجات جديده ان شاء الله. يعني كنت بقول استنوا السوم بقى والسون، لا استنوا باذنك يا رب والله العظيم ابدا، انا مش هستسلم، مفيش استسلام، لا انا معاكم قلبا وقالبا، معاكم ان شاء الله كله بالخير. الله البوس الله كل طبعا الخط عند كده انا هقراه بعدين، زي ما انا قريت كده قريت كويس والوحش، قريت حاجات لذيذه جدا. في ناس يعني يقول لك ايه يعني يبقى كاتب ايه، كاتب كلام جميل جدا، لقيت واحدة كاتبة بتقول ايه بقى؟ فضل والله العظيم حد كده يعني من النفوس الوحشة كاتبة لي ادي اللي بتموت بقى لها 4 ايام، جايبة لي رقصة من رقصاتي من اللي على عندكم على انستجرام، الانستجرام اهي شوفوا اللي بتموت بقى لها 4 ايام، ليه يعني استفدتي؟ لما تكتبي لي كده استفدتي ما انا طلعت لك، انت اللي مكسوفة دلوقتي، مكسوفة. ربنا بيدي الانسان الكويس، الوحش ما بيديلوش حاجة، جربت حرين هتدوا ربنا هيديكم، هتبقوا كويسين ربنا هيديكم على قد نيتكم. الوحشين دول من الكوخة لسكوزمي اللي قصر ولم المتكسر، ما مش كل قط يتقال مش، ولا كل فار يعرف يختار، واللي بجمالي تفعل افاعل، واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها، بس انا مش عارفه انت فين عشان اجيبك من شعرك. واحده كتبت لي قالت طب انا مش عاجبني هتجيبيني من شعر ازاي؟ قعدت افكر فعلا اجيبها ازاي من شعرها وانا على الفيسبوك او على الانستجرام، زي ما بقول اللي مش عاجبها من شعرها اجيبها، قالت طب هتجيبيني ازاي؟ رحت بعت لها قلب، عجبتني الجمله لقيتها لذيذه يعني، قالت طب هتجيبيني ازاي؟ وقلت فعلا طب هجيبها ازاي اللي هي بتقول مش عاجباها اللي مش عاجبني من شاء الله ايه اللي بجمالي تبقى على فعلي اللي مش عاجبها مش عاجبها. حلو قوي حلو قوي جميل قوي، في حاجات جديده ان شاء الله ان شاء الله. هرجع بقى للقابوس، كنت كاتب حاجات كتير جدا ان انا عايز اقولها، عايز اقولها لكم. السناب فين يا جماعه؟ السناب انا مش عارفه راح فين في المولد ده، كلهم بيخترعوا لنا حاجه جديده، ما احنا مش عارفين اللي جاي يخترعوا ايه بصراحه، انا مش عارفه اللي جاي هيخترعوا ايه، اللي جاي يخترعوا لنا ايه مش عارفه، مش عارفه يخترعوا ايه في اللي جاي، تفتكروا يخترعوا ايه؟
كويس قوي ان بقى في ايه على الانستجرام بتقدروا تحطوا فيه الحاجات اللي لو عندكم مثلا حاجات تقدروا تشوفوها مثلا راسه ممكن راسه كامله اغنيه 3 دقايق تقدر تشوفها على اسمه ايه اي تي بي تي بي اي جي تي بي اي جي تي بي تي بي اي جي تي بي اي جي تي بي فوق في الانستجرام كده تلاقيه زي التلفزيون كده تدوس عليها تلاقي مثلا رقصات ليا كامله كده حاجات منهم ما شاء الله ما شاء الله يعني انا حاطه حاجات فيها ما شاء الله واخده ملايين يا جماعه ملايين يعني لو يا رب ما فيش قر يعني يا رب ما فيش قر ان شاء الله ان شاء الله بس واخده ملايين واخده ملايين الله اكبر لا ده انا هحط لكم كل اللي عندي كل اللي عندي احط لكم فيه ده اللي هو اي جي تي في اي جي تي في اي جي تي في تلاقوا كده في زي الاريال زي التلفزيون بالظبط حلو قوي كنت طالعه باريس اليوم اللي حصل فيه المظاهرات هناك الحمد لله رب العالمين ان انا ما روحتش كان يوم جمعه الحمد لله الحمد لله رب الجمعه اللي فاتت دي كنت انا بقى هناك في باريس الحمد لله يا رب ما روحتش بحمد ربنا وربنا ينجي الناس كلها وكنت هنزل في الشانزليزيه كنت هنزل في الماريوت الشانزليزيه هناك فطبعا ده في نفس الموقع في نفس المكان ولا كنت هتمشى بقى ولا اتالق ولا صور لكم ولا كنت هعمل حاجه خالص بعد المظاهرات دي خفت طبعا قلت الحمد لله ان المراسل الحمد لله ان عيانه في السرير وان انا ما بتكلمش وان انا صوتي رايح وزي ما شايفين الكحه كاني بحشش وانا ماليش في السيجاره حتى انا ما بشربش سيجاره عاديه ما بشربهاش بس شايفين الكحه عامله ازاي كحه غريبه الشكل مش عارفه الكحه دي